يعني انا حتى لما باجي ببص على الصفقات كلها اسماء، مصطفى الخواجه، بهاء مجدي، مجدي 11 و 12 واحد من غير ولا مليم. واحد بيقول لك البنات اتفرج عامل اشتري لاعب ب 3 مليون، ما انا مشتري لاعب ب 3 مليون، ما انا بايع ب 100 مليون. لما اشتري لاعب ب 3 مليون، طب ما لازم اشتري واحد ب 3 مليون، ده انا بايع ب 100 مليون، ده انا بايع ست لعيبه، بايع بارقام فظيعه جدا. والباقي لما تجيب 11 لاعب من غير ولا مليم، من غير ولا مليم؟ من غير ما دفعش ساغ. اوكي. ده الثلاثه بتوع الزمالك دول اللي كانوا قاعدوا يتكلموا عليهم في التلفزيون ان دول مستقبل الكوره في مصر. حسين فيصل و الثلاثه. وهيكونوا نجوم كبار قوي، ما دفعتش فيهم حاجه خالص. فيعني بعد اذنك ما تجيش بقى على مهاجم جامد قوي وانا محتاج له وما ادفعش. الفرقه عمال مين هيجيب جوان؟ والله غلط، ما انت بيبقى عندك مركز. طبعا. ما انت بساعات يعني انا بايع مساك ب 5 مليون وجايب مساك بمليون ونص. انا بايع مش عارف ايه وجايب مجانا، انا جايب اربعه فرقه، ثلاثه من غير ولا حاجه، واحد ب 100,000 دولار قال لي دافع ال 100,000 دولار، ما لازم. واللي جايبهم من غير ولا حاجه. انت شخصيا يعني؟ انا شخصيا. اوكي. وغيره 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 وغيره. انا يعني بقول لستك، انا اصلا انت في المواجهه انت بتعمل وجهك. انت في الصداره، انت لازم تدافع عن نفسك، عن كرامتك قدام الناس. طبعا. فانت في اللحظه دي ما بتبصش للفلوس ولا مش فلوس. وطبعا في مركز حراس المرمى تحديدا. نعم. في مركز حراس المرمى تحديدا. بيبقى كان عندك المهدي سليمان. عندي اربعه. الكابتن احمد ناجي. عندي اربعه. الاربعه ممتازين. كلهم صغيرين اعتقد. صغير، اثنين فيهم كانوا في المنتخب الاولمبي. وعندي ولد صغير ان شاء الله لما يطلع هيبقى احسن حارس مرمى في مصر. الكابتن احمد ناجي هو اللي عملهم.